الحقيقة أنه المنتدى النهاردة مع حضور الدول المؤسسة إدى إشارة ويعني وعلامة ونداء للعالم كله، يبين أنه هذه المنطقة منطقة دول فيها بتتعاون وبتشترك مع بعض تحت مظلة هذا المنتدى من أجل التعاون الاقتصادي المثمر والذي يعود بالمنفعة على الشعوب. الحقيقة احنا بنتطلع، يعني كان الغرض ان احنا ننهي من اجراءات انشاء المنتدى ان احنا نتلقى كمان مشاركات. يمكن الولايات المتحدة الامريكية اعربت عن رغبتها الاكيدة في المشاركة كمراقب، الجمهورية الفرنسية اعربت عن رغبتها في انها تكون عضو فاعل عامل مشترك، وغيرها من الدول التي قد تنضم إلينا. المهم أنه من وجود هذه الدول بيضفي الأهمية وبيديها الثقل والوزن المطلوب علشان خاطر لما نيجي نشتغل زي ما بنقول المستقبل كله والاحتياطيات. يمكن شفتوا في فيلم الفيديو اللي تم عرضه النهاردة الاحتياطيات اللي موجودة في المنطقة في حوض البحر المتوسط شرقه، احتياطيات فوق 320 تريليون أدم مكعب وفقا والمراكز البحثية العالمية.